ضمن ملتقى ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة أطلقت فعاليات المشاريع الريادية في فلسطين بمشاركة 30 مشروعاً من مختلف مدن الضفة الغربية. مؤسسة أكشن إيد فلسطين دعت إلى الملتقى لتعزيز دور الريادة ودعم الشباب لمواصلة أعمالهم وتسويق منتجاتهم إلى خارج فلسطين. هاي المشاريع 30 مشروع ريادي، بعضها بعود لأفراد لصبية أو لشاب، وبعضها لمجموعات 4-5 صبايا، شاب وهو وزوجته أو شابة وزوجها، والناس كثير بتهتم، وهي بتخلق فرص عمل حقيقية للرياديين لبناء مستقبلهم وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتوزيع البزنس تبعهم، وبالتالي كمان المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني. المشاريع متنوعة والأفكار مختلفة ما بين البيئة والغذاء والتراث والمجتمع، وهناك من عمل على صقل مواهب الأطفال والشباب من خلال أفكار تربوية. معمل الخزف برج الأخلاق تأسس في العام 2017 كمعمل لتعليم وتدريب مهنة الخزف لطلبة فلسطينيين مقدسيين، وأيضا بنفس الوقت هو كمان تم تأسيسه لإنتاج مواد خزفية وبيعها بالسوق الفلسطيني والعالمي. هذا العمل عبارة عن منتوجات صوفية الكروشيه، اللي هو عبارة عن حرامات أطفال، أواعي بيبي، ألعاب. طبعا برجع إلي، دخل علي مادية لنفسي وساعدني كتير إني أطور ذاتي. إحنا مشروعنا بيهتم بالأشخاص الموهوبين في الكتابة الإبداعية اللي بكتبوا شعر، قصص، خواطر، بنمي موهبتهم. وعنا 3 برامج قائمة في المؤسسة. هذا البرنامج اسمه برنامج الطالب الموهوب، عنا كمان برنامج للأطفال، التعليم المدمج والفردي، بالإضافة إنه عنا برنامج للنساء، تمكين اقتصادي ومحو أمية وتفريغ نفسي في المناطق المهمشة في المخيمات. يبدو واضحا أن هذا الملتقى وغيره يساعد الشباب على ترويج وعرض وتسويق أعمالهم وبناء علاقات مع المؤسسات الاستثمارية والريادية. هذه المشاريع كانت عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تم العمل عليها وتطبيقها على أرض الواقع لتساعد أصحابها وتفتح المجال أمامهم للانطلاق نحو الريادة. رائد الشريف الغاد، الخليل، فلسطين.